والله الإيفنت بتاع بالو ماجازين الحقيقة بيضم كبار المحامين في اللو فيرمز الكبيرة في مصر. أنا شايف إن هو بتبقى فرصة كويسة إن هو يجمع الليجل كوميونيتي. يعني أنا بعتبر المحامي بسنت يعني رأس ماله العلاقات، فده بتبقى فرصة كويسة إن هو يجمع كبار المحامين، ممكن بالكلاينتس، ممكن بالشباب اللي لسه متخرجة جديدة، فدي بتبقى فرصة كويسة إن احنا نلتقي مع بعض. احنا كلو فيرمز بنبقى محتاجين يعني تغطية إعلامية في بعض الأحيان، فأنا شايف إن الفكرة دي فكرة جميلة، وإحنا يعني مكتب طاهر الخولي لو فيرم يعني من أوائل سبونسرز إن شاء الله للشانل دي بإذن الله. تمام، كنت عايز أعرف برضو رأي حضرتك إن الطلاب بيبقوا متخرجين من المدرسة بيبقوا داخلين كلية حقوق علشان بس المجموع قليل فمش لاقيين كلية تانية تقدر إن هم يخشوها؟ دي مشكلة حقيقية بصراحة، يعني أنا شفتها وأنا في جامعة اسكندرية، إن بيبقى في طلاب مش حابين القانون بس هو للأسف مجموعهم جابهم إن هم يخشوا كلية حقوق، فدي انا مش عارف اتعمل لها فكره ازاي. اعتقد بره مثلا بيبقى في مثلا اختبارات قبل ما يخش الكليه، مش مجرد بالظبط ان مش مجرد ان انا مجموعي جابني كده، وده الحقيقه بيفرز عدد كبير من المحامين بصراحه السوق مش محتاج لهم، ونوعيه برضو بتبقى يعني احيانا تسيء ناس كتير قوي فعلا بيخشوا كليه حقوق. يعني ده بينتج الحقيقة يعني محامين السوق والكلاينت يعني بيبقى صعب يتعامل معايا. طيب حضرتك بتنصح الفريش جراديويت بإيه بعد ما بيتخرج من الكلية، يعمل إيه عشان ينزل سوق العمل؟ والله يعني طبعا التريننج في اللو فيرمز الكبيرة، يقرا كتير. ما هو ممكن يكون مش عارف يوصل للو فيرم كبيره او بيبعت وما بيردوش. هقول لك الايفنت ده بقى بيسهل بقى الموضوع ده. انا شايف ناس لسه خريجين بيتكلموا مع اللو فيرمز، انا شباب كتير جدا من الموجودين هنا في الايفنت ده اتكلموا معايا وولدتهم الكارت بتاعي وعرفتهم اللو فيرم بتاعتنا ورحبت بيهم في اي وقت عايزين يجوا يعملوا تريننج. احنا اوريدي فاتحين الباب من ساعه ما فتحنا من 5 سنين تقريبا، اي حد بيحب بيجي يعمل عندنا تريننج في المكتب بينزل مع حاكم مع اساتذه كبار يشوفوا بيعملوا ايه، المرافعه بتبقى عامله ازاي، حضور التحقيق بيبقى عامل ازاي، بالنسبه لقسم الكوربريت بتاعنا ازاي صياغه العقود، ازاي بيتعامل مع الكلاينت، كل دي حاجات بتبقى مهمة للطالب يعني.